كإدارة من أول عضو مجلس إدارة وأمين صندوق ونائب رئيس مجلس إدارة ورئيس مجلس إدارة، حقق الكابتن محمود خطيب كام بطولة؟ زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة، كابتن محمود خطيب طبعا اعتزل من هنا وبقى عضو مجلس إدارة للنادي الأهلي، حقق 5 بطولات في الفترة من 1988 ل 1992، منهم 2 كأس مصر، واحدة دوري مصري، واحدة أفراسياوي، واحد كأس الاتحاد التنشيطي، ودي بطولة تم تنظيمها عندما تم إلغاء الدوري المصري طبعا عشان الصعود لكأس العالم، فتم تنظيم بطولة كأس الاتحاد التنشيطي في 2002. من 2000 ل 2002 عودة الكابتن محمود الخطيب بأعلى عدد أصوات في كعضو مجلس إدارة، وطبعا مع الكابتن الراحل صالح سليم قدر النادي الأهلي في الفترة دي أو الكابتن محمود الخطيب يساهم في تحقيق 4 بطولات، 2 كأس مصر، 1 دوري أبطال أفريقيا، 1 سوبر أفريقي. من 2002 ل 2014 وما بين أمين صندوق حتى 2004 ونائب رئيس حتى 2014، إن الكابتن محمود الخطيب ساهم في 27 بطولة، 27 بطولة، أعتقد ده تقريبا بمنتصف تاريخ أندية أخرى، 8 دوري مصري، 2 كأس مصر، 7 سوبر مصري، 5 دوري أبطال أفريقيا، 5 سوبر أفريقي. في الفترة دي بس يا أحمد عندك 5 دوري أبطال أفريقيا بتاريخ الزمالك كله، و7 سوبر مصري أعلى من تاريخ الزمالك كله في الفترة الأخيرة. وفي 2017 وتعيينه وانتخابه كرئيس لمجلس إدارة النادي الأهلي، وبرغم ظروف كورونا وما شابه، النادي الأهلي قدر يحقق 2 دوري مصري و2 سوبر مصري، يعني الكابتن محمود الخطيب إداريا 40 بطولة، كلاعب 20 بطولة مع النادي الأهلي وبطولة مع أمم أفريقيا، يعني الكابتن محمود الخطيب من تاريخ بطولات النادي الأهلي مساهم تقريبا من لاعب لعضو مجلس إدارة لأمين صندوق نائب رئيس لرئيس حوالي 40-45% من بطولات النادي الأهلي. كابتن محمود الخطيب يستحق أن يكون رمز الكرة القدم المصرية وليس فقط للنادي الأهلي، وزي ما قلنا اللي عايز يدخل في مقارنات على سبيل الإدارة من أول عضو لحد رئيس، المجال مفتوح للجميع، ونشوف إنجازاته ونشوف بطولاته. حاجة مهمة كمان أن كابتن محمود الخطيب كان في ظل منظومة ناجحة، وإحنا هنا في النادي الأهلي لا نبخس حد حقه، طبعا قامات عظيمة جدا كابتن محمود الخطيب اشتغل معاها، سواء الراحل المايستور العظيم كابتن صالح سليم أو أحد أنجح الرؤساء في تاريخ النادي الأهلي كابتن حسن حمدي. مش إحنا اللي بنيجي نلغي تاريخ رؤساء أندية ونقول إن هم كانوا متواطئين في لقب نادي القرن، ما عندناش ده في النادي الأهلي، ده عندك أنت بس في مفاهيمك. عايزين كمان بمناسبة أبطال الصلاة ورجال الصلاة وحاجات كتيرة جدا في الصلاة، نروح بقى لمقارنة كابتن محمود الخطيب في ألعاب الصلاة حقق مع النادي الأهلي في الفترة، نفس الفترة اللي شغلها رئيس نادي الزمالك. احنا كمان جايبين من منذ 2014، نحطين من 2014 في ألعاب الصلاة مقارنة بالفترة فقط اللي فيها كابتن محمود الخطيب 41 بطولة للنادي الأهلي بمقارنة ب 16 بطولة لنادي الزمالك، 14 بطولة في الطايرة مقابل 2، 8 في كرة السلة مقابل 1، التفوق فقط في كرة اليد لنادي الزمالك وبفرق بطولة، 9 في كرة اليد لنادي الأهلي، 10 لنادي الزمالك، و10 تنس طاولة للنادي الأهلي مقابل 3 لنادي الزمالك. لو بنتكلم انت كمان بتعرف تتفاخر بألعاب الصلاة، لا محتاجين نقف عند الأرقام كاملة عشان هنشوف حقائق مختلفة تماما بتثبت ان الناجح إداريا محدش يقدر يغلوش عليه ولا ينسي الناس إنجازاته يا أحمد.